بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مصطفى بيدان، لاعب دولي سابق ولاعب النادي الرياضي المكناسي، الحائز على اول بطوله في مدينه مكناس. بالنسبه اللي يمكن نقول على فريقنا العريق، فريق النادي المكناسي، هو الصعود هذه السنه هذه، ولكن هذا الشيء ما جاش عن فراغ، لانه المكتب المسير ولا السلطات المحليه والسيد العامل على راس القائمه، وايضا رئيس جماعه مدينه مكناس السي بحجي الدكتور بحجي، اللي كيدير يعني جميع الوسائل باش يمكن الفريق يكون في المستوى. والحمد لله هذه تقريبا سنتين الفريق تيصعد من الهوات الى القسم الثاني، والان يعني استطاع المكتب المسير بالرئيس ديالها السي خالد تعربت باش يرجع بالفريق ديالو، وايضا الاطار التقني السي دنيبي ولا السي قصو ولا المسؤولين على جميع الفئات ديال النادي الرياضي المكناسي بذلوا واحد المجهود كبير هذه السنه باش الفريق يرجع الى المكانه ديالو الطبيعيه. اذا احنا بدورنا كلاعبين قدامى كنشكروا جميع المكونات ديال مدينه مكناس، وعلى راسهم السيد العامل عامله مدينه مكناس، لانه كيقوم انا جلست معه تقريبا جوج او ثلاثه المرات، فهو باغي يرجع الفريق ديالو. الحمد لله تلاه ذلك، لانه جميع المكونات ديال مدينه مكناس، وايضا ما ننساش الجمهور العريض اللي يعني منذ تاسيس النادي هو تيساعد هذا النادي ديالو، رغم انه كان في الهوات وكان دائما تيحضر لا في مدينه مكناس او خارج مكناس، فهو مشكور. انا بالنسبه لي رقم واحد في مدينه مكناس، من مورا تيجيو المسؤولين وكيجيو الناس اللي كيساعدوا، لان الجمهور ديال مكناس يعاون دوك اللاعبين، وكنشكر جميع اللاعبين على المستوى اللي ظهروا به هذه السنه، على التضحيه اللي كانت، رغم انهم ياخذوا اي اموال او حاجه، ولكن هذا الصعود ديالهم للبروميير ديفيزيون كيعني على ان مدينه مكناس دائما بخير وتبقى بخير، وكنتمنى من الله انه السنه المقبله المسؤولين ديال مدينه مكناس يفكروا في هذا النادي. وانا كما شفنا الحمد لله هذا الاسبوع كنا جلست مع السي بحجي، وكنا هضرنا على الملعب ديال الكوزيم، هو بدات فيه الاشغال يعني من دابا، اذا ممكن انه في الاسبوع الاول او الثاني او الشهر الاول من السنه القادمه للموسم الرياضي ممكن نلعبوا في مدينه مكناس. وشكرا للجميع، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد دحان لاعب دولي سابق ولاعب الجيش الملكي، وهذه السنة تبعت البطولة الوطنية للقسم الثاني، تبعتها بزاف وتفرج في مقابلات اللي كانوا في المستوى الكبير، وتنهني الفروق اللي صعد، الفريق اللي صعد أولا الكودم، واللي تمشي مع الكودم، اللي الصراحة كانت سنة جد 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 غنية بالعطاءات. اللي كاين هو اش غيكون في بريمير ديفيزيون، حيت هاد الحالات مروا وعاودوا مروا وعاودوا، خص الانسان يستافد من الاخطاء السابقه، باش ان شاء الله احنا بغينا نشوفوا الكوديم تدبز على البطوله، تدي الكاس، ويكون واحد الالتحام عندهم جمهور تبارك الله ما شاء الله قدو قداش عريض. واش نقول، تنعاود تنجدد الشكر، جو فيليسيت انكور لي جوور المكتب اللي تيسير، ونتمنى ان شاء الله تكون يديروا سنه جميله في القسم الوطني الاول. والسلام عليكم، معكم به عبد الحق اونسيان جوور ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي وبالفرق والمنتخب الوطني. فهنا جينا كجمعيه قدماء الدفاع الحسني الجديدي باش ان شاء الله باش نمثلوا يعني لي زونسيان، ونهنئوا فريق النادي المكناسي للرجوع ديالو يعني المكانه العاديه ديالو، لانه كنعرفوا الفريق النادي المكناسي القوه ديالو واللاعبين القدام اللي دازوا، ما بغيناش نذكروا باش ما نساو حتى واحد، لاعبين اللي كبار فريق النادي المكناسي اللي صراحه يستحق هاد الرجوع ديالو. والان هنا يعني كنشوفوا بانه بزاف ديال الشخصيات الكرويه واللاعبين القدماء اللي جاوا يحتفلوا مع الفريق الكبير الكوديم، اللي كان في واحد الوقيته في عناصر ديال الفريق الوطني. وبهذه المناسبه يعني كنتمناو نكونوا يكون فال خير علينا، باش حتى حنا
فريق الدفاع الحسني الجليدي يرجع للقسم الوطني الاول. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.